واش الناس كتعرفهم غير في الحملات الانتخابيه باش يصوتوا عليكم؟ الناس صوتوا عليكم، صوتوا عليكم خاصه الميزانيه للكلاب وخليتهم همايا. شنو هاد الميساج توصلونا؟ زعما الكلاب اهم من الناس؟ كارفتين بزاف بزاف، كارفتين في ترونسبون، كارفتين في الدواء، ما كاينش سكانير، ما كاينش بزاف الحوايج كنديرهم بالفلوس. ما عمرني انا درت سكانير بعد خمس سنين، هادي كندير سكانير بالفلوس، كلشي كنديرو بالفلوس، كيجمعوا لي غير العائله والجيران. خدمة باش ينقصوا بها الحسنات، والله تيقول لك اللي عتق رقبة تيقصي بلي يقصر في الجنة، وهما ما عارفينش بهذا الحق، ما عارفينش بهذا الشيء، كيداووا عائلاتهم ويداووا جيرانهم، والناس كيجوا مكرفسين من بلادات الناس كيعودوا يجرجروا فيهم، الشومة عار هذا الشيء. كنرحب بكم وكنشكركم بزاف على الحضور ديالكم لتغطية هذا الحدث المهم جدا، الحدث الإنساني اللي هي وقفة الكرامة اللي مرضى السرطان من تنظيم الجمعية المغربية لمرضى السرطان. نقدم لكم راسي أولا، معكم عبد الجليل الدريوش الكاتب العام للجمعية المغربية لمرضى السرطان بأسف. اليوم جينا باش نطالبوا بحقوق ديال المرضى بعد سنوات طويلة من المعاناة ديال مرضى السرطان. إقليم أسفي اللي كيحتلوا في المرتبة الأولى في الإصابة بمرض السرطان، فأي واحد في عائلته كتلقى واحد مصاب بمرض السرطان، فلا يعقل بأننا عندنا ثروة هائلة، عندنا المكتب يشيل الفوسفات، عندنا كل حاجة ممكن أنها يكون عندنا اليوم، يكون عندنا مركز علاج مرضى السرطان بأسفي، ولكن ما كاينش. علاش ما كاينش؟ علاش خاص الناس تسافر لمراكش؟ علاش الناس خاصة تسافر حتى لمراكش أو الدار البيضاء أو الرباط باش تعالج؟ علاش الناس خاصة تسافر معاك في الجر ومعاك ثلاثة ومعاك جوج الليل باش تمشي تسافر؟ راه عيب وعار عليكم. واش هاد الناس كتعرفهم غير في الحملات الانتخابية باش يصوتوا عليكم؟ الناس صوتوا عليكم، صوتوا عليكم خاصة الميزانية للكلاب وخليتهم همايا. شنو هاد الميساج اللي توصلونا؟ زعما الكلاب أهم من الناس؟ كيفاش اليوم كنشوفوا المجلس عوض ما يناقش قضايا مهمة، قضايا اجتماعية، قضايا دستورية، فإذا به اليوم كيناقش قضايا من أجل المصلحة الخاصة ديالتهم. فاتني على السيارات، فاتني على الوقود، فاتني على البيروات، فاتني على الزرابي، فاتني على التليفونات آخر موديل. ها؟ كنا كنتظروا رئيس المجلس البلدي على أنه يكون منصف ويكون إنسان حقاني ويدافع على هذه البيئة. ونهار كنا كنتسناو سياره الاسعاف او سياره عاديه لمرضى السرطان، نتفاجئ بتخصيص ميزاني ديال 60 مليون لسياره رئيس المجلس البلدي. ماشي حماق هذا، ماشي تسطيه. واش هاد الناس، الناس اليوم الى خرجوا ما خرجوش غير اليوم، باقيين غيخرجوا وباقيين غيحتجوا، لان هاد الناس عياو 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 بزاف. فاليوم كنطالبوا اي مسؤول انه اليوم عرف بان توقع كارثه، لان الناس يعني اذا كان اصعب حاجه كتقول هو الحبس، راه الناس كيدوزوا اكثر من الحبس، التعذيب اللي دوزوا هاد الناس راه اكثر بكثير. الدواء غالي، كيمشوا لمراكش ما كيلقاوش الدواء، كيقولوا ما كاينش، الناس كتلات في الزنقه، كتلات في الشارع، الله يحسن العوان. واليوم جينا باش نوصل واحد الرساله على ان اليوم كنعانوا وباقى هاد المعاناه الى ما لقيناش شي حل، لان لا يعقل مدينه واقليم كاسفي ما فيش سونتر ديال السرطان. الحماق هذا، واش حنا تابعين لمراكش ملحقه؟ كل مراكش 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 حتى الفابريكا داروا في مراكش. مريم حاتمي رئيسة الجمعية المغربية لمرضى السرطان مدينة أسفي، اليوم هذه الوقفة وهي تخليدا لليوم الوطني لمحاربة داء السرطان اللي غيكون غدا إن شاء الله 22 نوفمبر من كل سنة. هذه الوقفة جاءت تحت شعار أنقذونا قبل فوات الأول، وهي رسالة مشفرة للمسؤولين على الشأن المحلي لمدينة أسفي باش يعطوا أولوية لهاد الناس اللي كيعانوا في صمت. هاد الناس للمعاناة ديالهم كثيرة، أولا انعدام المركز للعلاج الأونكولوجي بمدينة أسفي، انقطاع الأدوية، وحتى صعوبة في الوصول إلى مركز العلاج. كنتمنى أن الجهات المسؤولة التفتوا لهاد الناس ويدعموهم ويعاونوهم كل بالمنصب ديالو، كل باش قدر، باش هاد الناس، لأنه كل نهار كيضيعوا منا حالات، وكل نهار كنلقاو للأسف أن المرض انتشر، ما بقاش غير في بلاصة وحدة، أنه انتشر، وهاد الشيء كيصعب العلاج ديالو. وبغينا هاد الناس أنهم يوقفوا معنا، أنهم يدعموا الجمعية المغربية لمرضى السرطان، وأنهم يدعموا المرضى بمدينة أسفي أينما كانوا. وشكرا. السلام عليكم. اليوم كان واحد اليوم كنا واقفين، الحضور ديالنا في هذه الوقفه احتجاجيه اللي
لمرضى السرطان. كنشوفوا اليوم العديد من النساء المرضى في هذه المدينه هذه، ولا مجيب ولا مغيث ولا احد يجب التدخل في هذه المرضى هذو واعانه ديالهم مساكن. اليوم جينا نحضروا معاهم وجينا نتقاسموا معاهم ذاك المشاعر ديالهم والمرض ديالهم اللي اليوم كانت واقفه امام قصر العماله، ونتمنوا من الناس اللي مسؤولين انهم يعينوا هاد الناس هادو في هاد المدينه لانهم مرض بزاف، منهم المكتب الشريف الفوسفات، منهم الجامعه الحضاريه ديال متاسفي، منهم العماله، ونتمنوا من الله ان المنتخبين ديال المدينه هما يشوفوا من حال هاد الناس هادو، لان عمرني وقفت شي وقفه احتجاجيه، واول مره كنوقف لان كنتقاسم معاهم هاد المرض اللي مساكن اللي كيعيشوا فيه. وديجا كان عندنا واحد السيد من العائله اللي تاهو كان مريض، وكان كنشوفوا الناس كنشوفوا كيفاش كيخسر الفلوس ومن كيجيب فلوس والادويه ديالو. واليوم جينا الحمد لله اليوم وقفوا معاهم ونتقاسموا معاهم جميع المشاعر ديالهم. يعني بمرض السرطان من 2017 ومكرفسين بزاف مكرفسين في الترونسبور، مكرفسين في الدواء، ما كاينش سكانير، ما كاينش بزاف الحوايج كنديرهم بالفلوس. معمرني انا درت سكانير بعد 5 سنين، هذه كندير سكانير بالفلوس، كلشي كنديرو بالفلوس، كيجمعوا لي غير العائله والجيران والراجل نهار قدام نهار ما كاينش ما بحالاش راجل عام مسكين غير طالب معاشو. انا جارتهم وبحال الاخت ديالها، حنا كنتعاونوا معاها، ما تقدر لا تطيب لا والو، كتمشي كتحيد الماء في مراكش، يعني بالاحرى كان عليه يكون هنا مستشفى الامراض سرطان. حنا كنناشدوا من هذا المنبر صاحب جلاله نصره الله ورئيس الحكومه والمسؤولين والغيورين على هذه البلاد، لان الناس كتعذب، راه شباب كيضيع هنايا بالمرض، كتحيد الماء، كتشري الدواء غالي، شحال كتشري الدواء؟ 1110 ألف درهم. 1000 درهم. وخاصة تمشي للتنقل مراكش، خاصة كل أسبوع. يعني تدي معايا مرة ومرة تنخلص عليها في الكار، والكار ترونسبون دوبل، يعني بزاف هاد الشيء بزاف. بغينا شي حاجة تكون عندنا هنايا شي مستشفى تكون عندنا. يعني مدينة عريقة، مدينة أفريقيا، مدينة أفريقيا ماشي سهلة، ماشي مدينة السماء. ومريم بوحدها واقفه معنا مريم، واني باغا العوين كتعاون مسكين المحسنين يعاونوا مريم باش حتى مريم توقف معنا، راه كتوقف معنا مريم كتوقف مع الضعفاء كلهم بزاف، كتوقف معنا بزاف، الله يجازيها بخير. وكنشكر محمد السادس باش يوقف معنا ويعاوننا في هذا الشيء.